بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. ما زلنا في الفاصوليا، والفاصوليا أهمها كتير، فركز معايا علشان لو ربنا كرمك كده وحبيت تصدر فاصوليا لليابان ولا لأي مكان تبقى يعني حافظ القصة. مشكلتنا كعرب إن احنا بننسى كل حاجة لحد ما بتتحط في شغلانة كده، بتبقى ما انتش عارف، عمال تجري هنا وتجري هنا عايز يعني. أنا النهاردة والله دخلت حبيت أشوف على الفاصوليا كده، لقيت كل اللي عامل فيديوهات من مصر عاملة فيديوهات يعني بدائية خالص، وبيتكلموا عن فاصوليا أرضية وكده. كتر خيرهم بصراحة يعني كتر خيرهم يعني، ما بنقولش حاجة، ولكن يعني احنا عايزين نعمل إثراء لليوتيوب، احنا كعرب نعمل إثراء لليوتيوب كمهندسين في تخصصات كويسة وبنشرح فيها كل حاجة، مش كل واحد محتكر شوية علم في دماغه وخلاص. انت هتموت وهيدفن معاك العلم بتاعك، فتصدق بيه يعني الدنيا مش هتخرب يعني، تمام. ما حدش هياخد من رزقك حاجة، والله ما حد هياخد من رزقك حاجة، اللي ربنا كتبه لك تمام. فما تتعبش نفسك في القصة دي، كنت عايز تشتغل استشاري ولا تشتغل بتاع، كله بلح وبطيخ، ما تكبر دماغك في الحتة دي، لان الرزق اصلا مش في الارض، في السماء رزقكم وما توعدون يعني. فما تتعبش نفسك مع وتتعبنا معاك يعني. فبنرجو انه كله بالله عليكم يشارك كل واحد. انا والله ما طلبت من اليوتيوب ولا عمري قلت اعمل لايك على فيديو ولا الكلام ده كله. كل اللي احنا عايزينه، عايزين الامه تنهض شويه وتبقى يعني في السباق بتاع الزمن، كل الناس بتتحرك واحنا للأسف ربنا يصلح حالنا جميعا يا رب. فالنهاردة بنتكلم عن الفاصوليا المتسلقة، عملية تربية الفاصوليا. هي الفاصوليا بتتربى يا جماعة؟ بتتربى ما بتترباش، بتتربى ما بتترباش، بيحبيني ما بيحبنيش، بيحبيني ما بيحبنيش، لا ما بتترباش. هي تقدر تقول بتتوجه بس مش بنربيها. اصل عمليه التربيه يا جماعه هي عمليه التربيه، هي عمليه تنظيم لنمو الثمره على الشجره نفسها. يعني انا في الخيار بقص الفرع الجانبي ده، هو بسيب عقله، بسيب اتنين، بسيب زهرتين هنا مؤنسين، بطلع هنا اسيب على العقله دي اتنين، بسيب ثلاثه، القصه اللي انتوا عارفينها دي، تمام. في الطماطم برضو بشيل اي فرع جانبي وبربي على الشوت تب او القمة النامية. طيب الفاصوليا، هي الفاصوليا بنفس القصة دي؟ هي الفاصوليا انا ما مش بنفس القصة دي، ولكن الفاصوليا وهي في الحجم ده هو لسه طلع، بلف ال 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 بلف الساق ده، هي بلفها على الخيط اللي نازل ده هو. طيب بقص من حاجة، بقصش حاجة، ما بقصش حاجة خالص. احنا كل اللي بنعمله للفاصوليا بنوجهها وهي صغيرة كده يعني، والنبات لسه صغير زي ده هون كده، اهو النبات ده هو صغير ده، تمام هون. واول ما بطلع السباقة بتاعته دي او الساق ده هون او المتسلق ده هون، بحاول الفه على الخيط. على فكره مش بلفه كل ما انا بلفه اول مره بس، بقول له الخيط اهو. على فكره لو سيبته برده هيطلع ما فيش اي مشكله خالص، تمام. يعني انا بلفه اول مره وبسيبه، بعد كده صدقني هو مع نفسه اهو، ملوش دعوه بيه، هو مع نفسه بس بجيب كم عامل كل كام يوم كده، لو في حاجه مرميه على الارض بحاول يشوف لها مكان على الخيط. طيب صوبه الفاصوليا الصح، صوبه الفاصوليا الصح وتربيه الفاصوليا الصح، المفروض على كل 20 سنتي على خرطوم الري 20 سنتي نقاط، بيزرع واحد نبات هنا، تمام، واحد نبات هنا، تمام، هنا نبات وهنا نبات، كل نبات بيطلع لي على ايه، على خيط من الخيطان ده هي، تمام، كل نبات بيطلع لي على خيط من الخيطان ده هي، تمام. طيب لو في 3 نباتات بقى على على النقاط الواحد، بنزرع 3 زي ما قلنا رجل غراب، بنزرعهم 3 كده رجل غراب اهي، تمام. لو في 3 بقى على النقاط زي دول كده، زي دول، تمام، زي دول اهي، واحده واثنين والثالثه جوه اهي، تمام، نباتين اهم، نعمل لهم ايه؟ المفروض بنطلع فوق وبننزل من نفس النقطه دي، بدل شايف النقطه بتاعت الحبل اهو، بننزل 3 من نفس النقطه كده، بننزل 3 حبال، تمام، وكل نبات بنلفه على حبل، كل نبات بنلفه على حبل. او كان زمان او ما زال يمكن في بعض الدول بيجي ده خط، دي مصطبة فاصوليا، دي خط وده خط،
بيجي في النص هنا بحط شبكة بلاستيك بحيث ان الفاصوليا بتتسلق عليها. الخط ده بيتسلق من الجنب ده على الشبكة البلاستيك، والخط ده بيتسلق على الشبكة على الجنب ده بالنسبة للشبكة البلاستيك، وكذلك البسلة برضو كانوا بيعملوها كده زمان. تمام، فاحنا بنعمل خيطان بنريح دماغنا وبنعمل عملية الخيطان دهيت عشان يمكن الشبكة بتمنع التهوية شوية لما بنسد عليها من الناحية دي ومن الناحية دي. طيب، يعني الطبيعي ان انا على كل نبات كل نقاط بحط خيط واحد على 20 سنتي وبطلع النبات بتاعي. تمام، لو انا زرع على 50 بقى وحاطط 3 نباتات على كل نقاط المفروض بنزل 3. تمام، والمفروض يا جماعة دي بتبقى صوب خاصة بالفاصوليا مجهزة من اولها، من حيث شبكة الري بالتنقيط تحت بتبقى مجهزة ان هي تتزرع فاصوليا، ومن حيث برضو عدد الخيطان المتدلي من سلك حمل المحصول برضو بيكون مناسب لزراعة الفاصوليا. ليه؟ بيكون على مسافات الرأسية، المسافات الأفقية دي بتكون ضيقة من هنا لهنا، بتكون على 20 سنتي وانت ماشي كده، أو على كل 50 سنتي لو انت زارع على 50 بينزل له 3، أو لو انت زارع على 25 بينزل 2 خيطين على كل نقط وهكذا. تمام، يبقى دي الفاصوليا قصة التربية بتاعتها. تمام، يعني احنا قلنا الفاصوليا بتوجه يا جماعة مش بتربى، الفاصوليا بتوجه مش بنربيها خالص، الا بقى فين في الـ في قدام شوية بنزل نهوت يا جماعة الاقي الفاصوليا ابتدت تطلع وابتديت اجمع من هنا، وابتدى في ورق بيبقى لونه اصفر هنا، ببدأ اشيل الورق الاصفر دهوت عشان اظبط التهوية، وبسمح برضو ان في على العقل برضو ببص الاقي ورق جديد جه وابتدت الفاصوليا تطلع الجديد. على فكرة الفاصوليا مجزية جدا 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 وبتجيب محصول كويس جدا جدا جدا، ولكن لو السوق كويس معك، السوق مش كويس بقى يتولنا وتولاك ربنا سبحانه وتعالى. تمام، ده اللي احنا عايزين نقوله عن الفاصوليا. الفاصوليا برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بننبه عليها، شايف النبات لوحده، شايف الساق بتاعه عامل ازاي، قد ايه، شايف مطلع قد ايه بقى التفريع القاعدي، ادا واحد ادا اتنين ادا تلاتة ادا اربعة، اه والله اهو خلينا بعيد، ادا واحد ادا اتنين ادا تلاتة ادا الرابع مطلعينه. تمام، فبنمشي كل شوية، طبعا هو نزل خيط واحد بننزل نقول يا جماعة والنبي اعملوا لنا ايه، وجهوا لنا الحاجات اللي بدل ما تقع على الارض بتتوجه على السلك، لان على السلك بتكون افضل، او على الخيط بتكون افضل على الارض كتير جدا جدا جدا، لانه وقعها على الارض برضو بيعمل لي تظليل جامد في المنطقه دهيت، وبالتالي بيعمل لي مشاكل في برضو الامراض الفطريه واخطرها هنشرحها بعد كده، هو عمليه الصدى. الصدى الصدى، وبمناسبه الصدى اوعى الصدى واوعى البياض الدقيقي بالنسبه للفاصوليا، هنتكلم عليهم برضو في فيديو اخر. بشكركم وبتمنى ان احنا نكون استفدنا من الفيديو ده. هو الفاصوليا حساسه ومزرعهاش الا كل مهندس محترم او كل مزارع محترم، عينك في وسط راسك، طلع محصول كويس بحيث يوم الحصاد يوم النتيجة بتاعت الامتحان، في الامتحان كله لابس ومهيص وتمام التمام، بس يوم النتيجة مش كله مبسوط، صح؟ أيوة، أهم شيء النتيجة بتاعتك تطلع مظبوطة وترفع راسك قدام الناس كده، وتبقى مهندس على الأقل في نظر نفسك محترم بالنسبة للإخوة اللي لسه صغيرين. وتحت أمر الجميع في أي سؤال من أي بلد من الدول العربية بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين. بشكركم واتمنى لكم محصول كويس، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.